خارطة الخدمات هو تطبيق خدمي مجاني بشكل كامل. انطلقت الفكرة انه في احتياج ان احنا نعمل شيء يقدر يخلي الناس اللي نزحت توصل للخدمات الموجودة بالمناطق. موجات النزوح اللي صارت نتيجة العمليات العسكرية على ريف إدلب الجنوبي عام 2020، طلعت فكرة التطبيق إنه أغلب الناس مع موبايلات، وعلى أساس ذلك طلعت فكرة برمجة التطبيق عن موبايل، بالإضافة إلى عمليات مسح تشمل كل الخدمات اللي موجودة بالمناطق اللي تم النزوح إليها، من ريف حلب الغربي إلى مناطق إدلب إلى مناطق ريف حلب الشمالي. طبعاً التطبيق بيحتوي اليوم على 2565 خدمة للمنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، موجود الآن بأربع لغات: لغة عربية، لغة كردية، لغة تركية، ولغة إنجليزية. بلش يعطينا أثره من خلال المستفيدين والخدمات اللي استفادوا منها من عمليات توظيف لخدمات إنسانية. خلال التطبيق استفدنا عدة أمور، من خلاله أنا استطعت حدد عدة مراكز كمدارس أو مستوصفات أو مستشفيات أو حتى مراكز حماية كمنظمات أو غيرها أو حتى مطاعم.